هنحل مع بعضنا أسئلة على فيتامين دي. فأول سؤال عايز الوظيفة بتاعت فيتامين دي. طبعا الوظيفة بتاعت فيتامين دي ان هو بيحافظ على ايه، على العظام، طبعا عشان بيعلي لك الكالسيوم وكده. فالإجابة الصح اللي هي رقم 2. تمام. في السؤال رقم 2 بيقول لك نقص بتاع الفيتامين ده بيؤدي الى ايه، ليد تو بون ديفورماتيز، يعني بيؤدي للتشوهات في العظام. يبقى خلاص على طول عرفنا ان هو ايه، فيتامين دي. هيقول لك مثلا الراكت هيبقى في الاطفال، قال لك استيمولاشيا زي ما جاي لك في اخر السؤال، هيبقى في الايه، في الادلت. يبقى الاجابه طبعا فيتامين دي. تمام. رقم 3، فيتامين دي كان also be called، يعني بص انا قلت لك حاجتين هنا. فيتامين دي بيعلي حاجه، بيعلي ايه، بيعلي الكالسيوم، يبقى بيعلي السي ايه اللي هو الكالسيوم، اول ايه، اول حرف ايه، السي. وبيعلي حاجه تاني اقولها سي ايه اللي هي الايه، مش بيعلي حاجه اسمه التاني اللي هو ايه، كالسيفول. تمام. يبقى فيتامين دي بيعلي حاجه اقولها سي ايه اللي هو ايه، الكالسيوم. تمام. واسمه التاني برضه اقوله سي ايه اللي هو ايه، كالسيفول. تمام. فهتبقى الاجابه طبعا التانيه. السؤال رقم 4، the human body is designed to obtain فيتامين دي من السان لايت. طبعا من المصادر بتاعت فيتامين دي من السان لايت طبعا. هتبقى الإجابة صح. رقم 5 بيقول لك سوفت ويك في البون. يبقى على طول ده بيتكلمك في التشيلدرن، نركز ان هو قال لك في التشيلدرن، يبقى على طول ايه، درجة اللي هي ايه، هشاشة العظام في الأطفال. تمام. يبقى الإجابة الأخيرة. في السؤال رقم 6، سيلف ساينسيس ويز سان لايت، ده طبعا على طول ايه، بيبقى موجود برضه في الميلك والسلمون والحاجات دي. يبقى على طول ده ايه، فيتامين دي طبعا، دي من المصادر بتاعت الايه، الفيتامين دي. في السؤال رقم 7، راكتس اند استوميليشيا دي بتكون من الحالات اللي بتحصل لما ينقص انهي فيتامين من دول، لما ينقص طبعا فيتامين دي. في السؤال رقم 8، the vitamin helps the body to absorb calcium. الفيتامين اللي بيساعد الجسم انه يمتص الكالسيوم، خلاص عرفنا ان هو ايه، فيتامين دي. في السؤال رقم 9، deficiency of calciferol. بص انا قلت لك ايه، ممكن يحش لك كلمة مثلا اي فيتامين ويحط لك اسمه التاني. هنا بيقول لك ايه، لما ينقص الكالسيفرول. طب كالسيفرول ده ايه، هو طبعا فيتامين دي، ما الاسم التاني بتاع فيتامين دي، يكتب لك فيتامين دي، يكتب لك كالسيفول، يبقى انت عرفت على ان هو ايه، بيتكلمك عن فيتامين دي. تمام. يبقى لما ينقص الكالسيفول او ينقص فيتامين دي، يبقى هنسميه ايه، هيحصل طبعا راكتس اللي هي ايه، هشاشة عظام. في السؤال رقم 10، فيتامين دي كان بي كرييتد فروم، يعني ان هو بص احنا اتكلمنا طبعا في الشرح ان في ناتشورال سبستينس، يعني في مواد طبيعيه تحت ايه، الجلد، بتساعدك ان ايه، بتساعد على تخليق الايه، الفيتامين دي وكده. منها المواد ده ايه، منها ماده اسمها ايه، اسمها الايفجوستيرول. يبقى الاجابه التانية. تمام. ارجع للمحاضره، شرح المحاضره، هتلاقي ايه جاي لك انا المعلومه دي. رقم 11، the natural occurring source of vitamin D، يعني بيقول لك المصدر الطبيعي لفيتامين دي، يبقى على طول اللي هي الايه، الالترا فايلت بتاعت الايه، بتاعت الصن. تمام. اللي هي الصن لايت زي ما قلنا. في السؤال رقم 12، ذا ديسيز كوزد ان ادلتس، يعني بيقول لك اها، بتحصل مرض، بيحصل في الادلت، في الكبار او البالغين، بسبب نقص فيتامين دي. ده طبعا الاستوميليشيا. طب لو قال لك طبعا الاستوميليشيا اللي هي اخر اجابه. تمام. طب لو قال لك في التشيلدرن، يبقى على طول الوقت. في السؤال رقم 13 بيقول لي اي فيتامين من دول بيتصرف او بيشتغل از هرمون او اكت از هرمون مثلا. تمام. يبقى على طول اللي بيتصرف كهرمون اكيد بيعلي مثلا، بيعلي مثلا الكالسيوم زي ايه، زي الفيتامين دي. تمام. احنا في الشرح كان مكتوب از هرمون، هو بيشتغل كهرمون ليه، لان هو بيعلي لك الكالسيوم وكده. تمام. فطبعا الاجابه الصح هتبقى فيتامين دي. وكده خلصت محاضره النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.